تتواصل فعاليات معرض الدقهلية الأول لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات التراثية واليدوية، وذلك بحديقة الأسرة في مدينة المنصورة. الحرف اليدوية والتراثية كنز من كنوز مصر وثروة قومية تسعى الدولة للحفاظ عليها من الانقراض ودعمها بكافة السبل. في هذا الإطار تتواصل فعاليات معرض الدقهلية الأول لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات التراثية واليدوية بحديقة الأسرة في مدينة المنصورة. جميع العارضين في المعرض زي ما حضراتكم شايفين منتجات على أعلى جودة، والخامات بتاعتها كويسة وألوانها كمان جميلة، بالإضافة إن الأسعار متناسبة مع كل الفئات، بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية للجميع العارضين بيعرضوا عليهم منتجاتهم. ومن أجل تقديم الدعم الكامل لأصحاب تلك الحرف يتم إقامة المعارض بصفة دورية مع تذليل كافة العقبات التي تواجههم، كما يصاحب تلك المعارض عقد ورش عملية لتعليم الشباب هذه المهن لزيادة معدل الإنتاج وفرص العمل الجديدة. المعرض جميل، بيشجعنا إن احنا نعمل أكتر وأكتر في الحرف اليدوية بصراحة، وأنا نفسي اللي هو يتكرر على طول ويبقى مستديم. كان جميل جدا، خصوصا انه اول معرض للهاند ميد في المنصوره مخصص بس للهاند ميد، وده اول معرض لمبادره ايادي مصريه. المعرض ده حاجه كويسه جدا ان احنا عرضنا منتجاتنا وتعرفنا على ناس من اماكن تانيه، بنعرض فيها المنتجات باسعار كويسه جدا علشان تبقى دي فرصة للناس كتير ان هي تشتري المنتجات دي. مشاركة مع مجموعة من الفنانين، وبسم الله ما شاء الله منتجاتهم مصرية كلها وخامات نظيفة جدا وعاملين عروض جميلة جدا. المعرض فكرته كويسة، ومتهيألي هو احنا اول مرة نشارك في معرض مجمع زي ده، احنا بنشارك في المعارض التشكيلية، فمسألة ان احنا يبقى منتجات يدوية مع اللوحات الفنية ونوصل للجماهير والجماهير توصل لنا ويبدأ في تسويق، ديت فكرته حلوة جدا. المنتجات اليدوية والتراثية تعرض أيضا على المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية أيادي مصر لكي يتم تسويقها وبيعها من أجل توفير مصدر رزق للأسرة المصرية باستخدام السوق الإلكترونية.